طيب احنا عايزين نرجع لنقطة حضرتك كنت اتكلمت فيها من شوية وهي حقيقية وبشكل ملحوظ وملموس الحقيقة، فكرة إن الأهلي ولاعيبة الأهلي بيحبوا دايما الجيم المفتوح عشان ده بيخلق فرص وهم عندهم قدرة على حسن استغلال الفرص دي، لكن الشيء المتكرر وده حصل مع البنك الأهلي وحصل مع المقاولين العرب، فكرة إن أنت لما تلاعب فريق بيعمل لك تكتل دفاعي وبيقفل تماما خطوط الدفاع بتاعته، احنا اتفقنا في القعده دي واحنا بنتكلم ان ده بيخنق اللعيب. طب مش في المقابل، لان ده بيحصل كتير، ده متكرر مع فرق كتير بتلاعب النادي الاهلي عشان توقف الخطوره بتاعته، وخصوصا بعد التالق اللي شافوه في مباراتي الاسماعيلي والزمالك. طب لما تلاقي الفريق المنافس بتاعك عامل تكتل دفاعي، مش لازم يبقى فيه برضه حل ما ينتج عنه خلخله الدفاع ده؟ برافو عليك يا كريم، ده سؤال ليه ده ما بيحصلش؟ ده سؤال فني على اعلى مستوى بحقيقي يعني بصراحه. لازم مستر موسيماني يبقى عنده من الطرق ازاي اضرب التكتلات الدفاعيه دي. انا 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 في رايي يعني بصفه ان انا يعني شغال في التدريب الحاله الوحيده يا كريم انك انت تضرب التكتل الدفاعي ده وهم في نص ملعبك. يعني الفرقه بتهاجم بالظبط، بتهاجم عليك في نص ملعبك، فبيخش عدد 5 لعيبه 6 لعيبه من الخصم، ازاي انا كونتر اتاك انقله بسرعه، ازاي اعمل الباص الامامي مش العرضي او الخلفي. فدي برضه نقطه طبعا نقطه مهمه جدا. فمستر موسيماني لازم يراعي الحته ديت ويبدا يشتغل مع لعيبته على الجزئيه دي. يا جماعه لما يبقى عندنا عدد من اللعيبه في نص ملعبنا من الخصم، يبقى احنا ازاي نقدر بسرعه نضرب ونقدر نوصل للجول. التحضيرات دي يا كريم يا نهاوند بيخلي اللعيبه ترجع طبعا. لما اللعيبه ترجع بقى وتبدا توضب نفسها في الحاله الدفاعيه بيبقى صعوبه علينا بالزبط. لكن الشطاره والذكاء ان بسرعه كونتر اتاك ده كريم ممكن يبدا من الشناوي، ممكن يبدا من بنون، ممكن طبعا. يبدا من فتحي، يعني الناس اللي ورا بسرعه الكره تبقى مقطوعه ويلعبها لقدام، يلعبها لقدام، هنا هنلاقي مساحات بشكل كبير جدا نقدر نخترق الفرق دي اللي بتعمل تكتل دفاعي.